أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب إليه، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء سائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، سبحانك لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل البحث، وكان الكلام في العنوان الثاني عشر منديل الأمراء وجراب الاحتلال، وأخذنا المورد الأول عن الذهبي الثوري يقول: أتيت الزهري فتثاقل علي فقلت له: أتحب لو أنك أتيت مشايخه فصنع بك مثل هذا؟ فقال: كما أنت. ودخل فأخرج إلي كتابا فقال: خذ هذا فأروه عني فما رويت عنه حرفا. وقال الذهبي معمر عن الزهري قال: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. هذا في سير أعلام النبلاء جزء 5 الذهبي الطبقة 3 الزهري. وخلال التعليق على هذا المورد ذكرنا بعض الروايات، منها ما ذكرناه قلنا في نفس المصدر. قال الذهبي: الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني. قال: أما علمت أني قد تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال: حدثني. فقلت: حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار سمع عليا رضي الله عنه يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال: فحدثني بأربعين حديثا. وأيضا ذكرنا رواية في تاريخ دمشق قال الزهري: فخرجت فتجهزت حتى قدمت المدينة فجئت سعيد بن المسيب في مجلسه في المسجد فدنوت لأسلم عليه فدفع في صدري وقال: انصرف. وأبى يسلم علي. قال: فخشيت أن يتكلم بشيء يعيبني به فيرويه من حضره. قال: فتنحيت ناحية. قال: واتبعته ليخلو. فلما خلا وبقي وحده مشيت إلى جنبه فقلت: يا أبا محمد، ما ذنبي؟ أنا ابن أخيك ومن مؤديك ومن مؤيديك ومن موديك، فما زلت أعتذر إليه وأتنصل إليه وما يكلمني بحرف وما يرد علي بكلمة، حتى إذا بلغ منزله واستفتح ففتح له فأدخل رجله ثم التفت إلي فقال: أنت الذي ذهبت بحديثي إلى بني مروان. في ابن عساكر في الجزء 55. إذن هذا هو المورد الأول تحت عنوان منديل الأمراء وجراب الاحتلال. إذن هذا الموقف الأول للزهري مع الثوري، والثوري لم يروي عنه شيئا. المورد الثاني قال الذهبي عن مكحول وذكر الزهري فقال: أي رجل هو؟ هو رجل جيد، رجل عظيم، رجل
لا مثيل له. يقول لكن فيه شيء، يقول أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك. قال يحيى بن سعيد القطان في نفس المصدر، قال الذهبي، قال يحيى بن سعيد القطان، قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأن الزهري حافظ، لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. سبحان الله، أقول سبحان الله، هل الأمانة في النقل مشروطة بمن تحب فقط دون غيره؟ يعني من يحب يذكره ومن لا يحب لا يذكره؟ هل هذه الأمانة في النقل؟ هل هذه الوثاقة؟ قلت، أي الذهبي قال، قلت مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله. على الأقل تقدير يقول، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى لو لم يرد أن يذكر الاسم، يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا يأتي به مرسلا؟ إذن يقول مراسل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو على أقل تقدير يقول، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام في المورد الثاني عن الذهبي. يقول أبو حاتم حدثنا أحمد بن أبي شريح أو شريح، يقول سمعت الشافعي يقول إرسال الزهري ليس بشيء، لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم ماذا قال فيه العلماء؟ قال العلماء في ابن أرقم ضعيف متروك، يعني أنا نقلت أقوال العلماء في ابن أرقم، ضعيف متروك ليس بثقة، ليس بشيء، لا يسوى حديثه شيئا، لا يروى عنه الحديث، أحاديثه منكرة، ليس يسوى فلسا. هذه أقوال لما سجل بحق ابن أرقم. وهذا المورد الثاني انتهى، وهو عن الذهبي سير أعلام النبلاء جزء خامس الطبقة الثالثة الزهري. المورد الثالث طبقات ابن حجر المرتبة الثالثة. يقول ابن حجر من أكثر من التدليس فلم يحتج لأم من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا. الآن يقول الزهري، ماذا يقول عن الزهري في طبقات ابن حجر؟ ابن حجر يقول الزهري وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس. هذا من ينقل طبقات ابن حجر المرتبة الثالثة. المورد الرابع تهذيب التهذيب. حكى الحاكم عن ابن معين أنه قال أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقال له إنسان الأعمش مثل الزهري، فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري. إذن ابن معين هو الذي يقول أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقال له إنسان الأعمش مثل الزهري، فقال من الذي قال؟ قال ابن معين، فقال ابن معين برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري. تريد من الأعمش أن يكون مثل الزهري؟ الزهري يرى العرض أو العرض أو الفرض والإجازة ويعمل لبني أمية، والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن. هذا في تهذيب التهذيب الجزء الرابع ابن حجر العسقلاني
وأيضا في مسند أحمد الجزء الأول أصح الأسانيد تحت عنوان أصح الأسانيد. المورد الخامس محمد اليماني جملة ما قدح على الزهري به أمور أربعة، أولها المخالطة للسلاطين، وثانيها التدليس، قال الذهبي في ميزان الاعتدال. والكلام لمحمد اليماني. يقول قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال كان الزهري يدلس في النادر، وقال صلاح الدين العلائي وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيهما في المدلسين إنه مشهور بالتدليس، وقال أحمد بن زين الدين العراقي إن الطبري ذكر في كتاب تهذيب الآثار عن قوم أن الزهري من المدلسين، وثالثهما إذن أمور أول الأمور وثاني الأمور وثالث الأمور، وثالثهما أن الزهري كان يلبس زي الأجناد. قال الذهبي في السير جزء خامس كان الزهري بزي الأجناد وكان في رتبة أمير. ورابعها قول محمد بن إشكاب كان الزهري جنديا، قال صاحب العواصم القواسم، وهذه عبارة بشعة جافية لا يليق طرحها على الزهري. العواصم هذا المصدر أين؟ العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني. إذن العواصم والقواسم لمحمد اليماني. المورد السادس في تاريخ دمشق قال الشافعي يقولون نحابي، قال الشافعي يقولون نحابي ولو حابينا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، وذاك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. تاريخ دمشق ابن عساكر جزء 55. المورد السابع البغدادي حدثنا شعبة قال خرجت أنا وهشيم إلى مكة، فلما إذن شعبة يحدث يقول خرجت أنا وهشيم إلى مكة فلما قدمنا الكوفة رآني وأنا قاعد. إذن شعبة يقول خرجت أنا وهشيم إلى مكة فلما قدمنا الكوفة رآني، من رآني؟ يعني شعبة هو المتحدث يقول رآني هشيم، فلما قدمنا الكوفة رآني وأنا قاعد مع أبي إسحاق، فقال لي من هذا؟ قلت شاعر السبيع، فلما خرجنا جعلت أقول له أنبأنا أبو إسحاق، فقال لي وأين رأيته؟ فقلت الذي لك شاعر السبيع، قبل الذي سألت عنه وقلت لك شاعر السبيع، فقلت الذي قلت لك شاعر السبيع هو أبو إسحاق. قال فلما قدمنا مكة مررت به وهو قاعد مع الزهري، فقلت يا أبا معاوية من هذا الرجل؟ فقال شرطي لبني أمية، فلما قفلنا جعل يقول حدثنا الزهري أو أنبأنا الزهري، قال قلت أي مكان رأيت الزهري؟ قال الذي رأيته معي، قلت لك شرطي لبني أمية، شرطي لبني أمية هذا هو الزهري. قلت أرني الكتاب، فأخرج إلي فحرقته. إذن لا يأخذ من شرطي بني أمية، يقول قلت له أرني الكتاب فأخرج إلي فحرقته. هذا كتاب المورد في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي باب المنافسة في الحديث، وكذلك في سير أعلام النبلاء الجزء السابع الذهبي. المورد الثامن قال الذهبي قال أحمد بن عبدويه المروزي سمعت خارج بن مصعب يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني أمية، قائد الشرطة، صاحب الشرطة، وزير الداخلية، مدير الأمن، مدير المخابرات، قائد الحرس، بأي عنوان يناسب. يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني أمية،
المورد الثامن قلنا قال الذهبي المورد الثامن قال الذهبي قال أحمد بن عبد الوهاب المروزي سمعت خارجة بن مصعب يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرطي أو شرطة بني أمية فرأيته ركب وفي يده أو وفي يديه حربة وبين يديه الناس في أيديهم الكافر كوبات وفي أيديهم الكافر كوبات الكافر كوبات أي المفرد الكافر كوب وهي المقرعة أو المقرعة مقرعة الطبل أو مقرعة الجلاد أو الصوت الذي يقرع به إذن يحملون مقارع في أيديهم الكافر كوبات فقلت قبح الله ذا من عالم أو قبح الله ذا عن عالم فلم أسمع منه إذن هذا الكلام لخارجة بن مصعب يقول قدمت على الزهري وصاحب شرطي أو شرطة بني أمية فرأيته ركب في يديه وفي يديه حربة وبين يديه الناس في أيديهم الكافر كوبات فقلت قبح الله ذا من عالم فلم أسمع منه هذا في الذهبي ميزان الاعتدال جزء ثاني حرف الخاء خارجة وفي تاريخ دمشق جزء 15 ابن عساكر وفي جامع فهارس الثقات حسين زهران المورد التاسع عن علي بن حوشب الفزاري قال سمعت مكحولا وذكر الزهري فقال يقول سمعت مكحولا وذكر الزهري فقال كل كليله يقول وكانت به لكنة أي قل قليله يقول فقال كل كليله وكانت به لكنة قال يزيد قل قليله أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك تاريخ دمشق 55 ابن عساكر المورد العاشر عن يزيد بن الهذلي عن مكحول قال إنما الزهري عندنا بمنزلة الجراب إنما الزهري عندنا بمنزلة الجراب يؤكل جوفه ويلقى ظرفه في تاريخ دمشق ابن عساكر المورد الحادي عشر عن عمرو بن رديح قال كنت مع ابن شهاب الزهري نمشي فرآني عمرو بن عبيد فلقيني بعد فقال مالك ولمنديل الأمراء مالك ولمنديل الأمراء يعني ابن شهاب إذن أنتم مالكم ولمنديل الاحتلال ولمنديل الحكام ولمنديل الوزراء والرؤساء والمتسلطين والفاسدين مالكم وللسستاني ومالكم ولجراب يؤكل جوفه ويلقى ظرفه المورد الثاني عشر ابن عساكر عن نافع بن مالك عن مالك بن أنس قال قلت للزهري أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من طلب شيئا من العلم الذي يراد به وجه الله يطلب به شيئا من عرض الدنيا دخل النار فقال الزهري لا ما بلغني هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له كل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغك قال لا قلت فنصفه قال عسى قلت فهذا في النصف الذي لم يبلغك في تاريخ دمشق ابن عساكر 55 المورد الثالث عشر فقد ذكر العلامة الدهلوي أنه الزهري قد ابتلى بصحبة الأمراء بقلة الديانة ليأتي الزهري وليأتي من ينتقد الزهري والسستاني بأي ابتلاء رسائل ومواصلات مكثفة مع المحتلين مع الفاسدين لا الشغل ولا مشغلة عاطل عن العمل لا كتابة لا قراءة لا دراسة لا صوت لا صورة لا إشارة يقول إنه قد ابتلي بصحبة الأمراء بقلة الديانة وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه وينكرون ذلك منه وكان يقول أنا شريك في خيرهم دون شرهم فيقولون ألا ترى ما هم فيه
وتسكت الدهلوي رجال المشكات ترجمة الزهري. أقول الله يرحمهم ويرفع من شأنهم، وهم يأخذون على الزهري عمله في البلاط الأموي. الله يرحمهم ويرفع من شأنهم، وهم يأخذون على الزهري عمله في البلاط الأموي وسكوته على فسادهم ومنكراتهم. فتعالوا يا علماء الأمة وشاهدوا السستاني الذي لم يكتفي بالسكوت على الجرائم والفضائح والمنكرات والفتن والفساد، بل صار مؤسسا وفاعلا وقائدا لتشريع الاستعمار والاستغلال واحتلال الشعوب والبلدان وسلب ونهب الثروات والممتلكات وتجييش الناس وإثارة الفتن والبلابل والقلاقل بينهم، حتى التقاتل، حتى التقاتل وسفك الدماء وإثارة الفتن والبلابل والقلاقل بينهم حتى التقاتل وسفك الدماء وتهجير الناس وإبادة المدن كاملة والإنسان، إضافة إلى تشريع المنكرات والإباحيات والمثلية والفلنتاين والمجون والطرب والغناء، فله الخزي وله العار وله نفحات من نار وفي النار. المورد 14، ابن عساكر عن إبراهيم الجعفري قال: كنت عند الزهري أسمع منه، فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا جعفري لا تكتب عنه، فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم. فقلت: من هذه؟ قال: أختي رقية. خرفت أو خرفت؟ قالت. قالت ردت عليه: خرفت أنت، كتمت فضائل آل محمد. ابن عساكر، تاريخ دمشق، في الجزء 42. 15، الذهبي في تذكرة الحفاظ قال: قال الزمخشري في الكشاف في تفسير قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذن المورد 15، الذهبي في تذكرة الحفاظ قال: قال الزمخشري في الكشاف في تفسير قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الآية في أواخر سورة هود، ما لفظه يقول: ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في الدين. ممنوع يذكر اسم الأخ، محظور عليه أن يذكر اسم الأخ، يقتل، يسجن، ينكل به، يتهم بشتى الاتهامات لو ذكر اسم الأخ. يقول: كتب إليه أخ له في الدين. قال له: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك ويرحمك، أصبحت شيخا كبيرا، وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك من سنة نبيه. أخذ الله الميثاق على العلماء، قال الله سبحانه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤدي حقا ولم يترك باطلا حين أدناك. اتخذوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلما يصعدون فيك إلى ضلالهم، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء. في تذكرة الحفاظ، الجزء الأول، الذهبي. 13، رسالة للسستاني بواسطة الزهري. 13، رسالة للسستاني بواسطة الزهري. أقول: أولا، لنطلع ونفهم الموقف الشرعي الأخلاقي للإمام علي بن الحسين عليه السلام، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقدم النصح للعالم الشيخ الزهري بعد قبوله للعمل في البلاط الأموي كمرشد ديني ومرجع أعلى ومفتي الخلافة أو رئيس ديوان الوقف أو وزير أوقاف أو سستاني الأمويين أو الزهري السستاني. وقد صدر ذلك الموقف من الإمام زين العابدين عليه السلام بالرغم من تسلط الحكم الأموي
وقساوته على المسلمين عموما وعلى أهل البيت عليهم السلام بصورة خاصة، وليست مجزرة العاشر من محرم بعيدة زمانا، فمخالفة الإمام للتقية الشديدة جدا دليل على أهمية وضرورة الرسالة وما جاء فيها من معاني شرعية وأخلاقية ومجتمعية عامة شاملة. فيا ترى هل فهم السيستاني ما جاء في رسالة الإمام السجاد عليه السلام، وهل التزم بما فيها؟ ومن الواضح أن شموله في الخطاب أولى من الزهري وغير الزهري، يشمله ما ورد عن أهل بيت النبوة كما في قول الإمام الرضا عليه السلام: إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، في وسائل الشيعة جزء 11. وكما في قول الإمام الصادق عليه السلام: لو قام قائمنا بدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم في رجال الكشي. إذن عندنا في وسائل الشيعة وفي رجال الكشي. ثانيا، رسالة الإمام علي بن الحسين عليه السلام للزهري. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: أما بعد، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. التفت الآن بعد هذه الكلمات، عرفتم من هو المقصود من أخ له في الدين من الذي قصده الزمخشري عندما قال كتب إليه أخ له في الدين إنه الإمام زين العابدين عليه السلام؟ قال الإمام زين العابدين عليه السلام: أما بعد، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك، فقد أثقلتك نعم الله بما أصح من بدنك وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج الله بما حملك من كتابه وفقهك من دينه وعرفك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فارض لك في كل نعمة أنعم بها عليك وفي كل حجة احتج بها عليك فرض الفرض فيما قضى، إلى أن يقول: فانظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه يا سيستاني. انظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت هذه رسالة من الإمام السجاد بوساطة الزهري إليك، فانظر يا سيستاني أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها، وعن حججه عليك كيف قضيتها. فانظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها، وعن حججه عليك كيف قضيتها. ولا تحسبن الله قابلا منك بالتعذير ولا راضيا منك بالتقصير. لا يوجد عذر أيها السيستاني. ولا تحسبن الله قابلا منك بالتعذير ولا راضيا منك بالتقصير، هيهات هيهات، ليس كذلك. إنه أخذ على العلماء في كتابه، إذا كنت من العلماء، إنه أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، في آل عمران. إذن يقول إنه أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم، أن آنست وحشة المحتل، أن آنست وحشة المحتلين يا سيستاني، أن آنست وحشة الرئيس الوزير رئيس الوزراء الظالم الفاسد السارق المفسد. وأعلم يا سيستاني أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم من الحاكمين من الفاسدين من الوكلاء من المعتمدين الفسقة السراق الفاسقين،
واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن أنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت، فما أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غدا من الخونة أو مع الخونة، فما أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غدا مع الخونة أو تسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة. إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، يا سستاني، إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك، وأحببت من حاد الله وأحببت المحتلين، أحببت الفاسدين، أحببت المارقين، أحببت الفلنتينيين والمثليين ومتعاطي المخدرات والفاسدين والمعممين الفاسدين من الوكلاء والمعتمدين، أحببتهم وطممت على فسادهم وقبائحهم وفجورهم ولم ترد باطلا حين أدناك، وأحببت من حاد الله، أوليس بدعائه إياك حين دعاك، يا سستاني، أوليس بدعاء المحتلين بدعاء الحكام الفاسدين بدعائهم إياك، أليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم كما فعلوا بك في زمن صدام وقتل واستشهد الصدر الأول والثاني، بسكوتك، بإمضائك، بتعاونك، بعمالتك مع النظام، بالتقارير التي كنت ترفعها إلى النظام، واستسبعوا واستأسدوا على الصدر الأول وعلى الصدر الثاني بفضل عمالتك لهم وانتمائك لجهازهم الأمني وتقاريرك التي كنت ترفعها إليهم باستمرار، وكما فعلوا معنا كانوا يحتجون علينا بعمالتك بتعاونك معهم بانفتاحك إليهم بانقيادك لهم بتقاريرك التي ترفع إليهم، أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك على بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، فما أقل ما أعطوك من رشا من 200 مليون دولار، ما هي 200 مليون دولار مقابل ما عندك من أموال وما تكدس من أموال في البنوك، في الشركات، في الداخل، في الخارج، في بلدان الشرق، في بلدان الغرب، في بلدان الخليج، في بلدان العرب، في بلدان الأعاجم، كم عندك من المليارات والمليارات تدو نفسك على 200 مليون دولار؟ ما هذا المبلغ مقابل ما تملك؟ لكنها الذلة، لكنها العمالة، لكنها الأوراق والفضائح التي يمتلكونها ضدك، لكنه الجهل والدناءة والخسة وعدم الرجولة، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، وما أيسر ما عمروا لك فكيف ما خربوا عليك،
فانظر لنفسك فإنه لا ينظر إليها غيرك، وحاسبها حساب رجل مسؤول. انظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا، فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، كما في سورة الأعراف. فما أخوفني أن تكون كما قال الله بكتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل، أنت في دار قد آذنت برحيل، فما بقاء المرء بعد قرنائه؟ طوبى لمن كان في الدنيا على وجل، يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. احذر فقد نبئت، احذر يا سستاني فقد نبئت، وبادر فقد أجلت، إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز فقد دنا منك سفر بعيد، وداوي دينك فقد دخله سقم شديد. رسالة قوية وواضحة وشديدة إلى الزهري، ورسالة واضحة إلى السستاني وكل من سار في فلك السستاني في العمالة والانحراف والجهل والضلالة والفساد والتقتيل والإجرام والطائفية وتدمير الشعوب والبلدان والأخلاق. تجهز يا زهري، تجهز يا سستاني، تجهز فقد دنا منك سفر بعيد، وداوي دينك فقد دخله سقم شديد. ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، يا سستاني لا تحسب أني أردت توبيخك وأن الإمام أراد توبيخك وتوبيخ الزهري، ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكني أردت أن ينعش الله ما فات من رأيك، ويرد إليك ما عزب من دينك. وذكرت قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أغفلت ذكرى من مضى من أسنانك وأقرانك، وبقيت بعدهم كقرنين أعظب؟ كم من الناس، كم من المتملقين، كم من العباد، كم من العبيد، كم من الأصنام الذين اتبعوك وعبدوك يا سستاني قد ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. تعلم، خذ العبرة، اتق الله. أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك، وبقيت بعدهم كقرن أعظب، أي كقرن قصير لا أخ له ولا نصير، كقرن أعظب. انظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به، أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه، أم هل تراهم ذكرت خيرا أهملوه، وعلمت شيئا جهلوه، بل حظيت بما حل من حالك في صدور العامة وكلفهم بك، أي حبهم الشديد وعشقهم وولعهم بك، بل حظيت بما حل من حالك في صدور لفهم بك، إذ صاروا يقتدون برأيك كالعبيد كالبهائم كالأغنام، إذ صاروا يقتدون بك ويعملون بأمرك كعبدة العجل، إذ صاروا يقتدون برأيك ويعملون بأمرك، إن أحللت أحلوا وإن حرمت حرموا، وليس ذلك عندك، ولكن ليس ذلك للعلم الذي عندك، لا ليس لهذا الأمر، ولكن السمعة الواجهة، الاحتلال، الرشا، الدولار، ولكن والمناصب طبعا، ولكن أظهرهم عليك ورغبتهم فيما لديك. ما هو؟ ذهاب علمائهم، لأن المشروع الاستعماري الصهيوني العنصري المعادي هو في تصفية العلماء، فصفوا لك الساحة
فقتلوا العلماء، فقتلت العلماء وأخليت الساحة لك. هذا ما قاله الإمام السجاد سلام الله عليه، هذا ما تنبأ به الإمام السجاد بحق السستاني وبخطورة السستاني وبضلالة السستاني وبإجرام السستاني. هو الإمام قال للسستاني قد صف العلماء وقتل العلماء وتآمر على العلماء فبقي السستاني يسول ويجول. يقول وليس ذلك عندك، ولكن أظهرهم عليك ورغبتهم فيما لديك ذهاب علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم وحب الرئاسة يا سستاني، وحب الرئاسة وطلب الدنيا منك ومنهم. أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة أو الغفلة أو الغرة أي الغفلة، أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟ قد ابتليتهم وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم مما رأوا، فتاقت نفوسهم إلى أن يبلغوا من العلم ما بلغت أو يدركوا به مثل الذي أدركت، فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقه وفي بلاء لا يقدر قدره، فالله لنا ولك وهو المستعان. هذه الفقرة لا تنطبق على السستاني، لماذا؟ لأنه لا يمتلك العلم. إذن كل فقرة تتحدث عن العلم لا تشمل السستاني، لأنه ليس بعالم ولا يمتلك شيئا من العلم. والإمام سلام الله عليه تحدث مع الزهري لأنه يعلم بعلم الزهري، وأراد أن يرجع الزهري إلى ما كان عليه من العلم والدرس والتحصيل والتقوى والإيثار والزهد والتواضع والإيمان والنقاء والصفاء. أما بعد، يكمل الإمام يقول أما بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلتحق بالصالحين الذين دفنوا في أسمالهم، أي في ثياب قديمة بالية، الذين دفنوا في أسمالهم لاصقة بطونهم بظهورهم، ليس بينهم وبين الله حجاب، ولا تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها، رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقوا. فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك، فكيف يسلم الحدث في فكيف يسلم الحدث في سنه، الجاهل في علمه، المأفون في رأيه. إذن يقول فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ، أنت الذي الآن وضعت قدمين، بل وضعت القدمين في القبر، جسدك كله في القبر، إذا لم تكن أنت بكلك بجسدك وبما يلتحق بالجسد في القبر، لا يتعامل ولا يحكى الآن إلا مع خرافة متجسدة، خرافة لا حقيقة لا انطباق لا جسد لها، خرافة بمعنى الخرافة، خيال وهم لا نعلم، يتعاملون مع اسم مع عنوان فقط، أما الجسد والروح فذهبت إلى حيث دفنت وانتهت، لا نعلم ربما يكون هذا الأمر. هو مشروع تابع لمنظمة، تابع لجهة، أسس من جهة، صرف عليه، يراد له الاستمرار لأنه أتى بثمار كثيرة غير متوقعة. فأنت الذي قدمك في القبر، الذي جسدك في القبر، وتفعل هذه الأفاعيل وتتمسك بالدنيا وتطلب الرشا وتضل الناس وتفتي بقتل الناس، فما بال الشباب، فما بال حديث السن. فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ من كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك، فكيف بباقي الناس؟ فكيف يسلم الحدث في سنه، الجاهل في علمه، المأفون في رأيه، أي الغبي ضعيف الرأي لا تصدر عنه حكمة ولا واقعية، إذن ماذا يفعل هذا؟ المدخول في عقله،
فكيف يسلم الحدث في سنه الجاهل في علمه المأفون في رأيه المدخول في عقله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على من المعول وعند من المستعتب نشكو إلى الله بثنا وما نرى فيك ونحتسب عند الله مصيبتنا بك. نشكو إلى الله بثنا وما نرى فيك ونحتسب عند الله مصيبتنا بك. فانظر كيف شكرك لمن غذاك، فانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرة وكبيرة، وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلة، وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في الناس ستيرا، وكيف قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا ذليلا. ما لك لا تنتبه من نعستك يا سستاني، ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا، فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا. يقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا أو أمت له فيه باطلا. أفهذا شكرك من استحملك؟ هذا الإمام يقول للزهري، يقول له ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا أو أمت له فيه باطلا. أفهذا شكرك من استحملك؟ ما أخوفني أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. استحملك كتابه واستودعك علمه فأضعتهما، فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به والسلام. تحف العقول لابن شعبة الحراني، وكما أيضا ذكرنا سابقا مصدر آخر كما ذكرناه قبل قليل، وقلنا ذكرها الزمخشري ونقلها الذهبي عن الزمخشري. المورد الثالث أو النقطة الثالثة، أقول تحذير الإمام السجاد عليه السلام للسستاني. والسؤال المهم والأمر الضروري الذي علينا أن نعرفه، هل أن السستاني التزم بما جاء في رسالة الإمام السجاد عليه السلام وكان مخالفا لهواه ومطيعا لأمر مولاه؟ لاحظ، نحن أتينا كل هذه الإطالة في البحث كان أردنا أن نصل إلى هذا الأمر، رسالة من الإمام السجاد إلى الزهري ومن الزهري إلى السستاني، وصلنا إلى نهاية المطاف في هذا المقام، في هذا الحديث، في هذا العنوان. كان العنوان السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة، هذا آخر عنوان تحت هذا العنوان الرئيس. إذن نقول الثالث، المورد الثالث تحذير الإمام السجاد عليه السلام السستاني. والسؤال المهم والأمر الضروري الذي علينا أن نعرفه، هل أن السستاني التزم بما جاء في رسالة الإمام السجاد عليه السلام وكان مخالفا لهواه ومطيعا لأمر مولاه، فعندما خالف كل مراجع الدين بقبوله أن يكون مرجعا دينيا معينا ومكلفا من لندن من المؤسسات التي عرفت بالفساد والارتباطات المشبوهة والتآمرية المخربة، وبقبوله وقبوله ذلك وتصديه للمرجعية التي لازمت مواقفه وموافقته التي لازمت مواقفه وموافقته مع صدام ونظامه ومع المحتلين ودستورهم وقوانينهم وسلوكياتهم وأفعالهم وحكومات الاحتلال وتشريعاتها وسرقاتها وفسادها وإفسادها وظلمها، فهل علم أنه بذلك قد آنس وحشة الظالم وسهل
له طريق الغي بدنوه منه حين دنا وإجابته له حين دعاه، وأنه سيبوء بإثمه غدا مع الخونة، وأنه سيسأل عما أخذ بإعانته على ظلم الظلمة. سيسأل عن الرشا، سيسأل عما أخذ بإعانته على ظلم الظلمة. وهل علمت يا سستاني إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك، وأحببت من حاد الله؟ أوليس بدعائهم إياك يا سستاني، أوليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا، أوليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا أدار بك رحى مظالمهم، وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلما إلى ضلالتهم، داعيا إلى غيهم، سالكا سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك يا سستاني. فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل. يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده، يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. احذر يا سستاني فقد نبئت، وبادر فقد أجلت. هذا خطاب الإمام السجاد إليك: يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. احذر يا سستاني فقد نبئت، وبادر فقد أجلت. إنك تعامل الله العالم الذي لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز فقد دنا منك سفر بعيد، تجهز فقد دنا منك سفر بعيد. وداوي دينك فقد دخله سقم شديد، واعلم أنك حظيت بما حل من حالك في صدور العامة، وولعهم بك واقتدائهم برأيك وعملهم بأمرك، إنما هو لذهاب وتغييب علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم، وحب الرئاسة منك وطلب الدنيا منك ومنهم. فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلتحق بالصالحين الذين دفنوا في أسمالهم ليس بينهم وبين الله حجاب، ولا تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها، رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقوا. فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك وحضور أجلك، فكيف يستمع الحدث في سنه؟ الجاهل في علمه، الغبي الضعيف في رأيه، المدخول في عقله. إنا لله وإنا إليه راجعون. على من المعول وعند من المستعتب؟ نشكو إلى الله بالثناء وما نرى فيك، ونحتسب عند الله مصيبتنا بك. ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك؟ أفهذا شكرك من خلقك وأنعم عليك؟ ما أخوفني أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكني أردت أن ينعش الله ما فات من رأيك، ويرد إليك ما عزب من دينك. وذكرت قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به،
والسلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.